الله معكم وصوم مبارك متجدد. كيف نعرف الله؟ هذا سؤال ملتبس بأذهان كثيرين، لأنه عندما منستخدم كلمة معرفة يتبادر إلى الذهن المعرفة العقلية أو الاستدلال المنطقي، ولكن في الكتاب المقدس كلمة عرفة تعني أمراً آخر. في قصة التكوين آدم وحواء يقول النص: وعرف آدم امرأته فولدت لهما ابنهما البكر. وعندما أتى الملاك جبرائيل إلى العذراء وبشرها بأنها ستحبل بالمخلص، بتجاوبه: كيف لهذا وأنا لا أعرف رجلاً؟ فإذن المعرفة هنا تعني الالتحام الكامل، العلاقة العضوية، وشبهت بعلاقة الإمرأة بالرجل. فإذن نستنتج أن معرفة الله تعني العلاقة الملتحمة والعضوية مع الله. إذا ما كان في علاقة مع ربنا ما فينا نعرفه، لأن المعرفة هي نتيجة الخبرة. المعرفة بالمعنى العلائقي هي التي تجعل رابطاً بين الإنسان وبين الله، وكل ما قويت هالمعرفة أي العلاقة بتقوى أو بيقوى الرابط. المحبة هي العنوان الأبرز في هذه العلاقة، وكل ما عظمت درجة المحبة تعظم المعرفة. ولذلك بين شخصين، إن كانوا أصدقاء أو إن كانوا أولاد وأهل أو إن كانوا زوج وإمرأة، المعرفة تعني العلاقة بينهم. ما بيسألوا بعض: ليش أنا بحبك؟ أو كيف أنا بعرفك؟ كل شيء بيعرفوا إنه علاقتهم ببعض علاقة قوية جداً، لأنه المخاطبة والعلاقة المتجددة يومياً بروابط متعددة تجعل من هذا الرابط لا ينفصم. فإذا كنا نريد أن نعرف الله يجب أن نقوي علاقتنا فيه، إن كان بالصلاة أو إن كان عبر قراءة كلمات ربنا بالكتاب المقدس، الاستدلال من وصاياه، أو إن كان درس مثال الرب كيف كان يتصرف. كان الرب يسوع عندما يخاطب أبو السماوي كان يستخدم كلمة مثل ما الأطفال اليوم أو الأولاد بيستخدموها: بابا، بابي، شيء من ذلك، للدلالة على براءة وعمق علاقته بالأب السماوي. ولذلك إن استدلينا بالصلاة من الكتاب المقدس، من مثال الرب وكيف عاشه القديسون، فينا نقول عن حالنا نحن منعرف ربنا، لأنه علاقتنا فيه علاقة خبرة وليس علاقة إنه حدا خبرني عنه أو إني أنا أستدل فقط بالمنطق عليه. الله معكم.